ينضم لنا من قطاع غزة الصحفي رائد لافي. أهلا بك رائد. 24 ساعة أو أكثر من ذلك كان فيها القطاع مغيبا عن العالم وسط انقطاع في الكهرباء والإنترنت والاتصالات. كيف بدت هذه الفترة؟ يعني كانت ساعات من العزلة والرعب داخل المنازل تحديدا لا تقل شدتها وخطورتها عن الغارات الجوية الإسرائيلية. لك أن تتخيل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في القرن 21 في وسط يعني عمليات مسلحة عنيفة في قطاع غزة. أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في هذا القطاع الساحلي الصغير لا يدرون لا يعلمون ما يدور خارج منازلهم، ينتظرون الموت، ينتظرون الخطر دون معرفة التطورات، لا يستطيعون معرفة ما يدور خارج حدود منازلهم. كانت هناك عودة، يعني إسرائيل هددت مع بداية العمليات المسلحة أنها ستعيد قطاع غزة 50 عاما إلى الوراء. أعتقد خلال الساعات الماضية استطاعت أن تعيد قطاع غزة إلى العصور الوسطى وليس إلى 50 عاما إلى الوراء. الناس في غزة أجهزة الراديو الترانزستور التي عفى عليها الزمن، الناس لجوا إليها لتقصي خبر هنا أو خبر هناك ليعرفوا ما يدور على أرضهم من حولهم داخل مدنهم، لا يعلمون ما يدور من خلفهم. ساعات مرت عصيبة جدا جدا على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، يضاف إليها ما تعرفونه وما يعرفه السادة المشاهدون عن انقطاع الخدمات الحيوية من المياه. الحصول على كوب مياه صالح للشرب أصبح مهمة شبه مستحيلة في غزة للأسبوع الرابع على التوالي. انقطاع تام للكهرباء، كل الخدمات الحيوية في غزة أصبحت صعبة المنال، صعب الحصول عليها. يضاف إلى ذلك الليلة الأولى من انقطاع الاتصالات شهدت وتيرة قصف كثيفة جدا شهدناها أمس، كيف كان يبدو الوضع بالمقارنة مع الليلة الأولى من انقطاع الاتصالات؟ نعم، مع إعلان إسرائيل عن بدء المرحلة الثانية من العمليات المسلحة في غزة شهدت المناطق الجنوبية انخفاض في حدة الغارات الجوية الإسرائيلية، خصوصا تلك التي كانت تستهدف المنازل السكنية، ولكن انخفاض دون انقطاع. الطيران الحربي الإسرائيلي لا يغادر بالمطلق أجواء قطاع غزة على مدار الساعة. كانت هناك غارة هنا أو غارة هناك في مناطق، أتحدث هنا عن مناطق جنوب قطاع غزة، لكن في المناطق شمال قطاع غزة أو ما تسميها إسرائيل شمال وادي غزة كان هناك تركيز وتركيز شديد وعنيف جدا في حدة الغارات الجوية الإسرائيلية جوا برا بحرا. إسرائيل استخدمت الغارات الجوية الإسرائيلية مترافقة مع قصف مدفعي من المدفعية المرابطة على السياج الأمني، ومترافق ومتزامن أيضا مع قصف بحري من البوارج الحربية الإسرائيلية، مع محاولات ومناورات للدخول البري إلى غزة من عدة محاور، من شرق مخيم لبريج للاجئين، من شمال غرب مدينة بيت لاهيا في الشمال، من محور بيت حنون وهي مدينة متاخمة لمعبر بيت حنون. هل نجحت أي من هذه المحاولات للدخول البري على القطاع؟ هل نجحت أي من المحاولات الإسرائيلية للدخول على القطاع بالشكل البري؟ كان في اليوم الأول قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع العملية البرية على القطاع، ولكن حتى الآن هل نجحت أي من الآليات للوصول إلى عمق معين في القطاع؟ كان الدخول إلى محاور، إلى أطراف مناطق شمال قطاع غزة كما ذكرت لك، من شمال غربي مدينة بيت لاهيا، من مدينة بيت حنون على أقصى شمال قطاع غزة، ومن محور مخيم لبريج، يعني نقدر نعتبره أنه من المنطقة الوسطى في قطاع غزة حسب البيانات، بيانات الفصائل الفلسطينية تحدثنا أنه كان هناك تصدي وصد لمحاولات إسرائيل للعمق، وحسب البيانات أنها تمكنت من التقدم لبضع عشرات من الأمتار وليس إلى العمق. نحن نتحدث إسرائيل تتحدث
عن عمق مدينة غزة، تتحدث باستمرار عن مستشفى الشفاء. بالمناسبة مستشفى الشفاء هو في أقصى غرب مدينة غزة، هناك تركيز إسرائيل على هذه المستشفى وهي الأكبر بالمناسبة في قطاع غزة التي تتحمل العبء الأكبر. طيب دعنا نتحول إلى القطاع الطبي إذن سيد رائد، كيف بدت الليلة الماضية والتي سبقتها فيما يتعلق في الوضع الصحي في القطاع؟ كان هناك حديث عن أنه خلال فترة انقطاع الاتصالات لجأت سيارات الإسعاف إلى تتبع أصوات القصف وتخمين أماكن الإصابات، كيف كان الوضع؟ يعني كما ذكرت لك يعني كلمة انهيار يعني أصبحت كلمة يعني مستهلكة جدا. إحنا يعني تجاوزنا في الوضع الصحي في غزة كلمة الانهيار بكثير. خلال الساعات الماضية التي انقطعت فيها خدمات الاتصالات والإنترنت، يعني تتبعت السيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني بطرق بدائية جدا. لك أن تتخيل أن البيت المستهدف عندما يصل المصاب إلى المستشفى تعرف أين سيارات الإسعاف، أين هو البيت المستهدف، فتتحرك، يعني تتحرك بعد مدة من الزمن. ربما هذه المدة التي تأخرت فيها كانت قادرة لو وصلت بشكل أسرع أن تكون قادرة على انتشال أو إنقاذ ضحايا من تحت الأنقاض. هناك انقطاع تام، خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، يعني تعطيل كل أوجه الحياة في قطاع غزة. كان خلال الساعات الماضية من الانقطاع لجأوا إلى سيارات أو عربات بدائية تجرها الدواب لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات. لحظتها تعرف سيارات الإسعاف وتنطلق. في مدينة رفح على سبيل المثال لجأوا إلى حيلة أن يتم نشر سيارات الإسعاف في محاور رئيسية في المدينة لتقصير مدة الوصول إلى البيت المستهدف بالسماع أو عبر الدخان المنبعث من منطقة ما، فتتحرك سيارات الإسعاف إلى هذه المنطقة دون اتصالات. طيب فيما يتعلق أيضا بالإصابات، هل هناك أي حصيلة حتى الآن عما حصل خلال هذه الفترة، فترة الانقطاع، من إصابات أو ضحايا سقطوا خلال القصف العنيف الذي شهده القطاع خلال تلك الفترة؟ قد تستغرب وأنا صحفي إنه آخر رقم يعني تمكنت من الحصول إليه أو تتبعه كان 7703 قتلى. هذا آخر رقم، لكن بالتأكيد هذا الرقم أصبح رقم قديم جدا مع انقطاع الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية. لم يكن بالمقدور تتبع عدد الضحايا. التحديث اللحظي لوزارة الصحة تعطل تماما. كنا نستقل الأخبار بطرق بدائية جدا جدا بالتوجه إلى مستشفى. يعني على سبيل المثال أنا في مدينة رفح، أقصى مدينة في الجنوب مع الحدود مع مصر. هناك مستشفى وحيد وصغير في مدينة رفح، مستشفى أبو يوسف النجار. هذا المستشفى فقط يعطيك الأرقام التي تخص المدينة نفسها، لا يستطيع أن يعطيك أو يمنحك الأرقام الإجمالية لمدن قطاع غزة المركزية أو التحديث. الأرقام يتم في مستشفى الشفاء، وكما ذكرت لك هو المستشفى الأكبر الذي يتحمل العبء الأكبر من الضحايا والأعداد. فمؤكد هذا الرقم 7703 قتلى هو أصبح رقم قديم، جرى تحديثه بكل تأكيد. الكل مغيب الآن في ظل شح المعلومة في هذه الفترة التي غيبنا فيها عن القطاع. طب اشرح لي فقط كيف بدأت الاتصالات بالعودة الآن؟ كان هناك حديث عن عودة تدريجية للاتصالات، هل هي ذات الشبكات أم أنكم بدأتم تجدون حلولا أخرى كاللجوء إلى شبكة الاتصالات المصرية التي جرى على التنسيق معها تمهيدا لعودتها عن طريق الجانب المصري؟ يعني خلال كما ذكرت انه خلال الساعات الماضيه حاول يعني بالامكانيات، حاول الناس في غزه بالامكانيات البسيطه المتواضعه اللجوء لخيارات هي خيارات صعبه بالمناسبه. يعني عندما نتحدث عن الشرائح الاتصالات الاسرائيليه وشرائح الاتصالات المصريه، هي لا تستطيع أن تلتقط إرسالها في كل مناطق قطاع غزة، أن تحتاج إلى مباني مرتفعة جدا. الصعود إلى هذه المباني بالمناسبة محسوس بكثير من المخاطر في ظل التحليق الجوي الإسرائيلي. الشرائح المصرية، نحن نتحدث عن سيناء على مدار السنوات الماضية مسرح لعمليات مسلحة
وملاحقة من الجيش المصري للجماعات الإرهابية. فهناك تدمير صحيح أن المصريين يعيدون بناء سيناء وبناء أبراج إرسال بخصوص الاتصالات، لكن لا زالت ليست بالجودة المطلوبة التي تمكن سكان رفح. بالمناسبة فقط مدينة رفح هي على الحدود مع مصر، وهي هي بإمكانها في بعض مناطق مدينة رفح أن تلتقط إرسال الشرائح الشركات الاتصالات المصرية. والشرائح الإسرائيلية بالمناسبة إسرائيل خلال الساعات الماضية البعض ممن تلكون شرائح اتصالات إسرائيلية تم تعطيلها بفعل فاعل، يعني تعطيلها يبدو أنه قرار إسرائيلي. أي إشارة خرجت خلال الساعات الماضية من شريحة اتصالات إسرائيلية فوجئ صاحبها بتعطيلها فورا. حتى الخطوط الإسرائيلية تم تعطيلها، حتى إيلون ماسك وستارلينك اللذان قررا إيصال الإنترنت للمنظمات الرسمية الدولية الإغاثية وجه باعتراض من الجانب الإسرائيلي. يبدو أن هناك تركيز على قطع الاتصال عن قطاع غزة من جميع أنحاء العالم. طيب فيما يتعلق بالمساعدات سريعا سيد رائد، هل استمرت المساعدات في الساعات الماضية أم أنها قطعت أيضا مع قطع الاتصالات؟ لم يكن هناك أي إعلان من السلطات المحلية في غزة خلال الساعات الماضية على الأقل عن دخول شاحنات. كانت العدد وصل إلى خمس قوافل قبل انقطاع الاتصالات والإنترنت. الخمس قوافل كانت عبارة عن ثلاث أنواع من المساعدات، كانت مياه محلاة للشرب، وكانت أغذية معلبة، وكانت مستهلكات طبية بسيطة. وبالمناسبة وزارة الصحة بالأغلب وصلت هذه المساعدات لمستشفيات جنوب قطاع غزة لصعوبة وصولها بالمناسبة للمستشفيات في شمال القطاع وخصوصا مستشفى الشفاء. المسؤولون في صعوبة وصولها بسبب إتلاف الطرق أم أنها يعني قطع الطرق أم أنه بسبب القصف المستمر؟ لأمرين رئيسيين. إسرائيل هددت صراحة أن المساعدات لجنوب قطاع غزة، والسبب الثاني المتعلق بالطرق. هناك دمار كبير جدا في الطريق الواصل من أو هناك طريقان رئيسيان يربطان جنوب قطاع غزة بشماله، طريق الرشيد الساحلي وطريق صلاح الدين. الطرق مدمرة تماما ما بين الجنوب والشمال. كنت أريد أن أذكر لك بخصوص المساعدات رقم ذكرته مستشفى شهداء الأقصى على لسان أحد المسؤولين في المستشفى، أن ما وصلها من المساعدات نصيبة من المساعدات لا يشكل أكثر من 2% فقط من احتياجات المستشفى من الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية. لا أتحدث عن معدات هنا، عن أجهزة. إسرائيل تمنع تماما منذ سنوات طويلة دخول الأجهزة الطبية الحديثة للقطاع الصحي في قطاع غزة. أتحدث عن الأدوية والمستهلكات الطبية التي تساعد القطاع الصحي للتعامل مع حالة الطوارئ والأعداد المتزايدة من الضحايا والجرحى العمليات المتبعة. شكرا لك صحفي رائد لافي، كنت معنا من داخل قطاع غزة.